السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم مبروك. اليوم ان شاء الله غنصوم معكم واحد الشهوة ديال البطاطا في الفران بالقشور ديالها. ندعو على بركة الله. عندنا البطاطا على حسب كل واحد، سيرتو تكون بطاطا حمراء وكنغسلوها مزيان ونحيدو منها التراب ديالها. كنديرو فيها شوية الملحة وقزبر يابس مدقوق، شويه التحميره، ثلاثه دراسات ديال الثوم على حسب، شويه الابزار، شويه الخرقوم بلدي والزيت البلديه. ونبداو على بركه الله. هادو هما التوابل اللي كاينين. بسم الله. دابا غادي نقسموا البطاطا على ربعه، جد البطاطا كلها قطعناها مرصويات. غنديرو التوابل، تنديرو الملحة، نزيدو التخميرة، نزيدو الإبزار، الكركم، سكينجبير والقزبر المدقوق. غادي نحكو فيها ديك ثلاثه دراسات ديال الثوم. دابا غادي نخلطوها، نزيدو عليها شويه الزيت البلديه، دابا غادي نديروها في الطاوة ديال الفران. دابا غنديروها في التبصيل ديال الفران، غادي نزيدو على ديك المريقة اللي باقا تما من الفوق، غادي نخشوها في الفران. غادي نغطو بالبابي ألمنيوم، نشعلو الفران من تحت ونخليوها حتى طيب على خاطرها، مكتاخدش وقت كثير، تقريبا واحد 35 دقيقة حتى 40، ونخرجوها. دابا غادي نغلفو البطاطا الألمنيوم باش يدخل الزيت الخليط في ساحة الفرن. الفرن كما العادة 180 حتى 30 دقيقة حتى 40. دابا هو درنا في الفران، دابا هو البطاطا وجدات، خرجنا من الفران. هي هادي اللي بغي يخليها تحمر بزاف كثر من هاد القياس، هي بطابت. دابا غادي نديروها في التقديم ديالها. ها هي دابا وجدات، غادي نصبوها في هاد البول. راحة نهار اليوم خفيف وظريف. هاي دابا كتمشى مع جميع المشويات، جميع الشغيدات، الحوت، الكفتة اللي كان كديرها مرافق ديال اي حاجة، وسهلة ما كتاخدش وقت كثير. باي باي، خليتكم الراحة بالصحة.